10 ريال ميالي ما حد ما سلم من ناره حتى اخوانه. ناس تحكي ضياء وناس تحكي قصي وتحكي فلان وفلان وفلان. ما تحس من الخطا هذا التصريح لفنان كبير مثل علي صابر؟ هو يدري انا اللي حاط الخطا الاهم انه نعطيت قيمه الناس كان المفروض ما نعطيهم قيمه. قصي عيسى مساء الخير مساء المحبه نورت برنامج اخطاء يا لو. ضياء الميالي جدار الاغنيه العراقيه المبدع كريم العراقي شنو لعب؟ نصرة نفس ما كان؟ انه الكلمه اللي اقولها لها ثقلها ولها وزنها.